عازفة يابانية اختارت آلة العود لترافق رحلتها في الثقافة العربية. الآلة الرئيسية في التخت الموسيقي الشرقي، وهي مرتبطة بالثقافة والتقاليد العربية. اليابانية ماساكو كوريبارا اختارت هذه الآلة الموسيقية وتعلمت العزف عليها، كونها غنية بالألحان وأقرب الآلات إلى الروح والوجدان الإنساني. يعني أداء رائع. أنا أرى أمامي فتاة يابانية محترفة تعزف العود المرتبط بالتخت الشرقي العربي الموسيقي. أهلا بك ماساكو كوريبارا معنا في صباح العربية العازفة اليابانية. ماساكو، ما الذي دفع يابانية لتعزف آلة مرتبطة بالتخت الشرقي الموسيقي العربي؟ Okay, why you chose this instrument? My honest answer, the most. التي صريحة هي أن. أنني أحب هذه الآلة، فهي جميلة جدا ووقع إيقاعها فريد من نوعه، وكنت قد حظيت بفرصة سماع حفل موسيقي في اليابان حول الموسيقى العربية وذهلت في حينها، وبالتالي قررت أن أجرب هذه الموسيقى. طيب ماساكو، هل الشعب الياباني وشعوب شرق أسيوية عامة تميل لسماع صوت العود؟ Probably it's not yet familiar. ربما ليس بذي شعبية في اليابان، فالناس هناك لا يعرفون الكثير عن آلة العود. وأنت ماساكو، كم استغرقت مدة تعلمك للعود؟ I see. I started the learning. بدأت التعلم في 2015، نحو 7 أعوام استغرقني الوقت. طب ماساكو، هل في موسيقيين عرب مثلا تأثرتي فيهم وحبيتي اللحن اللي بيقدموه الموسيقى؟ نعم. أنا أتعلم في بيت العود في أبوظبي، لذا أحترم السيد نصير شمة وأحب موسيقاه، وتلهمني كثيرا موسيقاه من
الصعب أن ألعب الموسيقى معهم، لكنني أحاول أن أتعلم وأكسب خبرة معهم. أكيد مكان عريق ومعروف. مساكو، برأيك في تشابه بين الموسيقى العربية والموسيقى اليابانية؟ نعم. نعم. There is a traditional way of singing in Japanese. هناك طريقة تقليدية في الغناء الياباني تسمى إيكا في اليابانية. أجد هناك بعض الشبه بين تلك الأغاني اليابانية والأغاني العربية التقليدية. الموسيقى العربية ليست ذات الشعبية أو معروفة في اليابان، لكن سيحبونها عندما يتعرفون عليها. طب تعتقد أن الموسيقى فعلاً تستطيع أن تذيب الجليد بين الشعوب؟ نعم، نعم بالطبع. نعم، أعتقد ذلك، وهي واحدة من أهدافي أنني أريد أن أتعلم الموسيقى العربية، وأريد أن أحمل هذه الموسيقى معي إلى اليابان لأعرف شعبي عليها وعلى الموسيقى العربية والثقافة العربية، وبالتالي سأعمل في المساهمة على التقريب. خلينا نسمع منك ماساكو، نختم الحلقة معك بعزف الآن. شكرا جزيلا ماساكو. Just now, if you can play. Okay. Yeah. It's the same, actually, I played in the beginning. Thank you so much, Masako. Thank you.